البث المباشر على قناه بحر المنوعات مباراه الزمالك وبيراميدز لازم تكون مشترك في القناه، دوس على الاشتراك عشان البث يجيلك. لمشاهده البث المباشر بعد ما تدوس على الاشتراك انزل اول تعليق هتلاقي رابط البث المباشر، بث مباشر عبر قنوات بحر المنوعات. طبعا هعرض عليكم دلوقتي التشكيل بتاع الزمالك وتشكيل بيراميدز، وطبعا انتوا عارفين ان انا بذيع جميع اللقاءات الدوري المصري والاوروبي وكله عبر قناه بحر المنوعات.